من خان يونس ينضم إلينا مراسلنا يوسف أبو كويك. يوسف، بعد التحية، ما هي آخر التفاصيل والتطورات الميدانية لديك؟ نعم، المستجدات الميدانية تتعلق باستمرار القصف الإسرائيلي وبكثافة أعلى في منطقة حي القصاصيب في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، بعدما تقدمت الآليات الإسرائيلية باتجاه المناطق الغربية من المخيم وفرضت على المواطنين هناك على النزوح باتجاه المناطق الغربية. ما زال الاحتلال الإسرائيلي ماض بهذه العملية البرية التي يقوم من خلالها بتدمير أكبر مساحة ممكنة من الأحياء السكنية في مخيم جباليا، بعدما تمكنت هذه الآليات من فرض طوق وحصار شامل على المخيم والوصول إلى أطرافها الغربية وتحديدا منطقة الفالوجة. الدفاع المدني يتحدث عن صعوبة بالوصول إلى الأماكن المستهدفة سواء في حي القصاصيب أو شارع العجارمة الذي نفذ فيه الجيش بالأمس عدة تفجيرات تحت السيطرة، دمر من خلالها مبان ومربعات سكنية بأكملها داخل هذا المخيم. إضافة إلى ذلك، ما زال الجيش الإسرائيلي يعيد تموضع آلياته وجنوده في محيط مشفى كمال عدوان، لذا تؤكد وزارة الصحة مرة أخرى على أن المشفى ما زال معطلا وقد أخرج تماما عن الخدمة. في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة تتواصل أيضا الغارات والقصف المدفعي الذي يطال الأجزاء الشرقية من حيي الزيتون والصبرة، وقد أعلنت قبل قليل مصادر محلية فلسطينية عن انتشال جثمين 3 شهداء جراء القصف المتواصل في هذه المنطقة. في وسط قطاع غزة وتحديدا في المنطقة الشمالية من المحافظة الوسطى ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الذي طال محيط ما يعرف بجسر وادي غزة إلى 6 شهداء، وصلت جثمينهم إلى مشفى العودة بمخيم النصيرات، إضافة إلى أن أيضا رجال الدفاع المدني انتشلوا 3 شهداء من منطقة المغراقة إلى مشافي وسط القطاع وتحديدا إلى مشفى شهداء الأقصى بالمدينة. القصف المدفعي المتقطع أيضا طال محيط محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات، إضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج، بينما فتحت آليات الاحتلال والأبراج العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى وتحديدا مدينة دير البلح ومخيم المغازي. في جنوب القطاع في مدينة رفح وصل قبل قليل جثمان أحد الشهداء إلى مشفى الكويت التخصصي، وتجري في هذه الأوقات مراسم تشييع الجثمان بعدما جرى انتشاله من منطقة حي جنينة شرق مدينة رفح. القصف الإسرائيلي بشكل متقطع يطال المناطق الوسطى من المدينة وتحديدا مخيم يبنى الذي تتمركز الآليات الإسرائيلية عند الشرق منه، إضافة إلى الغارات التي شنت صبيحة هذا اليوم، لكن يمكن القول إن هناك هدوءا حذرا يسود بعض المناطق في مدينة رفح في أقصى الجنوب. نعم، كل الشكر لك يوسف أبو كويك مواصل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من خان يونس.